طبعا بعيد وكل سنه وانت طيب، ونفرح الاولاد ونشتري لهم حاجات حلوه وحاجات جميله وكده، ويجعل يا رب مصر كلها جميله وحلوه، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. انا نزلت النهارده عشان اشتري طبعا لبس لابني، واشترينا الحمد لله، وناقص انا والمدام وعمالين ندور. وطبعا الجو جميل جدا، الواحد بينزل شرب بيبقى مبسوط، بيحس ان في عيد والدنيا تمام والاجواء جميله جدا، والناس ما حاسس ان هي في اختلاف السنه دي، الدنيا الناس مبسوطه. الاجواء والجو الاحتفالات عموما حلو جدا جدا، والناس متشجعه بالسنه الجديده بغض النظر عن غلو الاسعار، عن اي حاجه في الاقتصاد، لان الناس متفاعله ومتفاهمه وحابه، لان احتفالنا كعيد احتفال مش ملابس وبس. انت كده شعلتها في دماغي حاجه جاهزه. الحركه دلوقتي قليله شويه بسبب غلو الاسعار والحاجات دي، والناس ما بتجريش على انها تشتري الحاجات دي قد ما بتشتري الحاجات الالتزامات التانية اللي تخصها يعني. فطبعا الحركه هنا بقت الوقت ضعيفه شويه، حركه البيع. هتعمل زي صاحبك بس التاني ما كانش اصلا كاهن.